يوم تأتي ذكرى رحيل الشهيد الحاج قاسم سليماني، رحيل رجل ممن آمنوا بهذه الثوابت، الثوابت الإسلامية الراسخة التي لا تتغير بزمان ولا بمكان، ومن أجل الحفاظ عليها قدم روحه من أجل القدس. قل لي يا قاسم، من قتلك؟ أقول لك من أنت. قل لي أيها الشهيد، من قتلك؟ فأعرف من أنت. أيها الإخوة الأحباب، هذا الرجل الشهيد، ويا كل شهيد على الأرض الإسلامية، قتلك يا قاسم دونالد ترامب. وما أدراك ما دونالد ترامب؟ لقد لفظه شعبه وطردهم من البيت الأبيض شر طرده، طرده الذين ظن أنه يخدمهم كما هو مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. قتلك دونالد ترامب الذي نهب أموال العرب الأغبياء وحاصر الفقراء وأذل أعناق الملوك والرؤساء. واذكر حقيقة وذكر، وهنا أذكر أنه أنكر حتى حقيقة الوباء فأصابه الله بها، وأصابه الله تبارك وتعالى بخزي الدنيا، وإن شاء الله يكون مصيره جهنم وكل من والاه. في ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني مؤسس فيلق القدس، نجتمع اليوم كما في كل يوم فيها مثل هذه المناسبات لنجدد عهدنا أن يتحقق أمل ورجاء الشهيد صاحب الذكرى، أمل وشهداء فلسطين وكل أرض إسلامية.